أصبح الفنان البريطاني توماس هاوسيغو يتهافت على أعماله الناس، وهو يعرض أحدث أعماله في معرض هاوسر أند ثيرت في لندن، أحد أبرز متاحف الفن المعاصر. ومن مفارقات القدر أنه أصبح محط اهتمام بعدما كان مفلسا، وأصبحت تماثيله تباع بأسعار عالية. يبرز هذا العمل خطوات عديدة في آن واحد، ويبدو ذلك جليا في طبيعة تطوره، فقد نحت هذا التمثال بطريقة مختلفة عن المألوف. إنها تمثل لوحات أكثر من كونها تماثيل، فهذه مثلا رسمتها على الأرض وسكبت فوقها الجبس كي تتحول إلى مشهد ثابت. بعدما نزعنا القالب حصلنا على شكل هذه اللوحة التي ربطناها خلف التمثال، فهي بمثابة لوحة مرسومة وأنجزتها خلال نصف يوم فقط. أشكال مصنوعة من الجبس تعلوها تشققات، فالفنان الأربعيني يمزج بقدميه ويديه المادة التي يستخدمها حتى يترك بصماته ولمساته واضحة وراسخة، مخلفا شقوقا غير متناسقة وأشكالا غامضة غير متكاملة الأطراف، فهو يرفض الكمال ويتنازل عمدا عن ملامح الجمال. وجوه تتحول إلى أشباح قبيحة ومخيفة، هذا هو أسلوبه في نقد المجتمع. أريد من خلال عملي التعبير عن وضع ما، ولا يهمني إنجاز العمل بقدر ما يهمني إرسال إشارة واضحة أو التعبير عن لحظة معينة، فتشكيل العمل الفني ثانوي في حد ذاته. الفنان توماس هاوسيغو من مواليد ليدز في شمال إنجلترا، وينحدر من عائلة من العمال، وقد حصل في التسعينيات على منحة للدراسة في المعهد العالي سنترال سانت مارتنز للفنون الجميلة في لندن، وتأثر كثيرا بالفنان الإسباني بابلو بيكاسو الذي كان يستخدم بدوره مواد بسيطة. كما اتخذ من هنري مور وتماثيله البرونزية نموذجا يحتذى به، ويصبو إلى نحت تماثيل عملاقة لعرضها في الحدائق العامة. لكن مهما كان مستوى التأهيل فلا بد من داعمين وممولين، فعندما تقطعت به السبل عام 2003 هاجر إلى الولايات المتحدة بعد أن حطم تماثيله التي لم يكن يرغب فيها أحد. عندما هجرت إلى الولايات المتحدة كنا أنا وزوجتي محبطين، ذهبنا إلى هناك بدعوة من صديق اقترح علينا الابتعاد قليلا عن أوروبا وسمح لنا بأن نسكن في بيته. وهناك تعرف على شخصيات فنية مرموقة مثل الفرنسي الثري فرانسوا بينو الذي يمتلك متحف بالاتسو غراسي للفن المعاصر في البندقية. وفي عام 2011 دعاه فرانسوا بينو إلى إقامة تمثال بالسعر الذي يطلبه، وتحول التمثال الذي صنعه إلى شعار بينال البندقية الشهير. دار كريستي للمزاد العلني هي أيضا من أملاك الثري فرانسوا بينو، وقد باعت في هذه السنة فقط 3 من أعمال توماس هاوسيغو، التمثال الثاني بقيمة 190,000 يورو، والأول بحوالي 100,000 يورو، و150,000 يورو إضافية لما يسمى بالبورتريه. وفي غضون 4 سنوات تحول نحات مجهول إلى نجم في وسط الفن التشكيلي. لقد برهن على مدى هذه السنوات أنه قادر على إنجاز أعمال كبيرة وعدم تسليمه بالأمور وانتقاد نفسه إذا تطلب الأمر ذلك، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لرجل بقدرته وطاقته. إقبال كبير وشهرة وثروة، كل ذلك لن يؤثر في توماس هاوسيغو الذي يركز بالأساس على موهبته الفنية، لكنه عرف أيضا قيمة النجاح. سأعمل بنصيحة والدي الذي قال لي إذا خيرت بين الفقراء والأغنياء فاختر الأغنياء، هذا شيء سيء، لكن الغنى يخفف عني أعباء الحياة. فن فظ وغير مكتمل، لكنه مثمر على ما يبدو.